عندما نرتقي منصة الاحتفال بهذا المؤتمر العلمي الكبير، ينطلق اللسان وينساب القلم ليعبر عن خفايا النفس ومكنوناتها، فنرى قطرات الشهد تتساقط من بين الأنامل لنقرأ الأفكار التي تخطها أقلام الباحثين، فنرتشف من ينابيع الثقافة والإبداع لتروي عطشنا المعرفية، ومن قطرات الشهد كلمة الوفود العربية نستمع إليها من أرض الكنانة وشواطئ النيل وتألق الأسهر وشموخ الإهرامات، تتفضل بإلقائها الأستاذ الدكتورة علا أحمد يوسف من جمهورية مصر العربية، فلتتفضل. مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيدات والسادة الحضور الكرام، أتقدم إليكم بأسمى معاني الشكر والامتنان على الدعوة الكريمة، وباسمي وباسم ضيوف الشرف العرب لأجلاء على حضورهم هذا المؤتمر، وإلى حضرة صاحب الفخامة معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومعالي الأستاذ الدكتور ووكيل التعليم العالي لشؤون العلمية معالي الأستاذة الدكتورة لبنى خميس مهدي، المدير العام لدائرة البحث العلمي والتطوير ورئيس المؤتمر العلمي الدولي الخامس للإبداع والابتكار، معالي الأستاذ الدكتور لؤي عبد العباس حسين أمين عام الملتقى. للأخوة والأخوات الكرام، نحن اليوم في مشهد عظيم للافتتاح والاحتفال بالمؤتمر الدولي الخامس للإبداع والابتكار في المحاور التالية: محور براءة الاختراع والذكاء الاصطناعي والنماذج الصناعية للعلماء، ومحور البحث الأكاديمي العلمي والإنسانية، ومحور معارض الفنون الجميلة، ومحور توقيع الكتاب، ومحور المعارض والكتب والابتكار. أتقدم إليكم بخالص العرفان والتقدير والاحترام لرعايتكم هذا المؤتمر الدولي الخامس للإبداع والابتكار الراقي والمتميز على مستوى العالم، على الدعم الذي قدمته دولة العراق الشقيقة لإنجاحه، والتي تسعى إلى تعزيز وانتشار هذه المؤتمرات العلمية في كافة الجامعات العراقية لدعم العلم والثقافة ومواكبة التطورات التكنولوجية والميديا المعاصرة على أرض العراق الشقيق، احتفالا بالبحث العلمي والثقافة والإبداع. يلتقي في العلماء والمبدعون والمبتكرون والفنانون والأدباء في بوتقة واحدة تحت شعار بالإبداع تزدهر الأمم في رحاب جامعة النهرين ببغداد، وذلك لخدمة المجتمع في حل كثير من القضايا وضرورة توجيه تلك البحوث إلى صانعي القرار وإلى مراكز البحوث والدراسات العلمية، لتستثمر كل البحوث والإبداعات العلمية في تطوير وربط المخرجات البحثية بسوق العمل وتحقيق التواصل والتعاون والتضامن مع العديد من الجامعات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من مختلف البلدان، لكل المبدعين والمبتكرين ممثلين لبلدهم بعلمهم وإبداعاتهم وفكرهم المستنير، ليكون مؤتمرا علميا وثقافيا يفيض بالعطاء على أرض الحضارات العظيمة والتاريخ العريق. لهذا فإن مقدرات الأمم علميا وثقافيا وفنيا وحضاريا هي أمانة في أعناقنا، وذلك لتعميق الطرح الفكري لتأكيد الدور الكبير للإبداع
ومحو أمية تعليمه لرفع مستوى البحث العلمي والنهوض به في المحافظة على الإرث الحضاري، ويؤكد دور المؤتمر على تكثيف التواصل مع النشء والشباب واعتباره مستقبل الوطن والحضارة والمنطلق الأساسي لدعم الخطط والبرامج والمبادرات والمشاريع التنموية المختلفة. ولهذا جاء المؤتمر الدولي الخامس للإبداع لدعم هدف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في النهوض بالحركة العلمية والثقافية، والعمل على تطوير مناهج البحث العلمي بما يعزز تنشئة الجيل الجديد بصورة مبتكرة معصرة واعية مستنيرة مزودة بالعلم والثقافة في كافة المجالات، وتوطيد العلاقات الدولية على كافة الأصعدة. ولا يفوتني أن أشكركم على الدور الهام الذي تقوم به الحكومة احتفالا بيوم المرأة العالمي في المجتمع وتعزيز مكانتها في كل المجالات، حيث تم تكريمي مع نخبة من قامات العلماء والأجلاء من كافة الدول المشاركة بالملتقى لإبداع والابتكار العراق الدولي 8 مارس 2023 هذا العام. وقد أقر فقامة رئيس الوزراء بمضي الحكومة لتمكين المرأة ومساعدتها لتأخذ دورها كاملا في هذا الوقت، وحرصا من البرلمان على تشريع القوانين التي تعزز مكانة المرأة وتحافظ على حقوقها وإشراق المرأة في اتخاذ القرارات وتبوء المناصب العليا من الدولة، وشددت على أهمية تضافر الجهود بين السلطات لدعم حقوقها وحريتها والتأكيد على حقها في نيل كافة حقوق العيش الكريم من دون تعرضها لعنف أو تمييز مقحف، والتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة الجسدية والنفسية والتعليمية وحيادة الممتلكات والتسويق والأجور المتساوية وانخراطها في الجيش والسلك العسكري، مؤكدين بأن الاندماج والانتماء الحقيقي يتطلبان إجراء منصف فيما يتعلق بالابتكار والتكنولوجيا من أجل المساواة بين الجنسين. والاحتفال بالمرأة العالمي 2023 جاء بالألوان الاحتفال في هذا اليوم لتشمل لون البنفسجي والأخضر والأبيض، وفقا للحملة العالمية الخاصة بالمرأة والتي توضح الدلالات النفسية والخاصة بالألوان. اللون البنفسجي بيرمز للعدالة والكرامة، واللون الأبيض للنقاء، واللون الأخضر يرمز إلى الأمل. ونجد ذلك جاليا في الآيات الكريمة التي تقر قضية المساواة بين الرجل والمرأة، فيقول الله تعالى في آياته الكريمة 97 من سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، صدق الله العظيم. كما إن هناك العديد من الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التي تؤكد على منح المرأة الممثلة في الجدة والأم والزوجة والابنة والحفيدة العديد من الحقوق التي تكفل لها حياة كريمة بعزة وأمن وأمان، لتكون مصدر النماء والإشعاع والقوة والحب والعطاء والحسن الحسين في ظهر الرجل. فتحية إجلال واحترام لكل رجل يدعم ويمنح كل شيء لكل مرأة. وأخيرا لنحتفل سويا بنجاح هذا المحفل الرائع والراقي ليسجل التاريخ على أرض الحضارات العراق الشقيق. مباركا لكم ولكل مبدع وابتكر ولكل من ساهم في هذا المؤتمر الدولي، تحية تقدير واحترام وإعزاز من أرض الحضارات والتاريخ العظيم والتراث العريق العراق الشقيق. عظيم شكري وتقديري للسادة الحضور ولكل من ساهم وخطط ودبر وتعاون حتى نجتمع سويا في هذا المكان ليخلد بوجودكم جميعا ويسجله التاريخ بأيديكم. شرفت وسعدت بكم وشكرا لحسن الاستماع. طيب الله أوقاتكم. شكرا جزيلا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.